والعلم ما أورث القلب الزكية تقى وخشية عند أهل الله كلهم. السلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، ما هو الذي هو ذكر للعالمين؟ ترى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو القصص أو الآيات القرآنية الذي هو رحمة للعالمين، من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي هو ذكر للعالمين هو القرآن. فالقرآن يتدخل في حياة الإنسان الخاصة وحياة الإنسان العامة. ويتدخل القرآن في داخل البيت وخارجه. ويتدخل القرآن في الجماعات والفرد، ويخاطب القرآن كل إنسان بمفرده، ويخاطب القرآن الناس جميعا. فما أعظم القرآن إذا التقى مع كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أجمل القصد في الفقر، ما أجمل القصد في الغنى، ما أجمل القصد في العبادة. شمل كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ما يتحلق ما يتعلق في حياة الإنسان الفرد والجماعة. رجاء لا حد يسند الحيطان، قربوا لقدام.
فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وسيلة وليس غاية، والقرآن وسيلة ولكن وسيلة وغاية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بأمر إلا أن يأخذه من الذي جعله نبيا. من الذي جعله نبيا؟ الله. أما القرآن هو كلام الله مقصود وغاية. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى عظمة الاعتدال والاقتصاد والتوسط في الحياة والتوسط في الإنفاق، وجعله صفة من صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أظن الدرس الماضي تعرضت لهذا الموضوع أو الذي قبله، أن الإنسان ممكن شيء معك تصدق فيه، يعني شوية يكون فيه إدراك وفيه عقل. فبعض النفوس يعني تحرك عندها الذات، يعني شوف الشيخ بده يحصرنا ما بنحسن إلا نمشي ضمن الحدود. فأتاكم اليوم البحث في الاقتصاد. القصد في الأشياء والقصد ضد الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير. والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يقتر. وقصد الإنسان في الأمر لم يتجاوز فيه الحد، والرضا بالتوسط. وقصد في أمر الاعتدال وسلك مسلكا بين المغالاة والتقصير. بل أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتدال والاقتصاد في الإنفاق، فقال سبحانه وتعالى تدخل بالإنفاق فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يعني ما عنده استعداد لا ينفق ولا يتصدق، إيده واصلة عند رقبته قد ما عم بشدها. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
فتقعد ملوما محسورا نادما ومعدما لا شيء تملك ولا عندك شيء. وهذه نصوص قرآنية. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فكأن القرآن يأمر بالتحديد، التحديد في طعامك في بيتك، كل ضمن الوسط، والبيت ضمن الوسط، وكن صادقا بما تقول. عم باخذ القطعة من البالي بكويها وحطها بالخزانة، بيجي لعندي ضيوف، شوفوا أنا كله جايبه من برا، لتتعالى على غيرها، كله أنا جايبته من أوروبا. ليش ما نقول جبناه من بلدنا وجبناه من البالي؟ شوفيها يعني الاقتصاد يفرض علينا. الله يرضى عن شيخ أحمد كفتارو رضي الله عنه، قلت له سيدي أنا شايف المانتو تبعكم يعني استوى امرأة عمر محلين ثلاثة، فبتسمحوا لي يجيب الخياط ياخذ قياس نفصل مانتو جديد؟ ماذا تتوقعون من هذه الشخصية العالمية؟ والحمد لله موجود كل شيء. قال لي ابني حابب غير المانطو؟ ايه والله. قال لك كان الله يرضى عليك تنزل على سوء البالي تلاقي لي مانطو يناسب بجيب لي اياه. رحت على سوق البالي وقفت عند بياع، نقيت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قلت له للبياع شو بدك مصاري؟ بدي اخذهم ايسهم للوالد يلي بيلبسوا بيلبسوا اللي بزيد برجع لك يا. قال لي عمي طالما انت بدك تفكر ببر والدك فانا بدي عاونك، خذهم ما بدي شيء. أيسو يلي بيعجبه خليه واللي ما بيعجبه رجعه بعدين بحاسبك بحقه. آسون الخمسة قال لي ابني كأنك أنت آخذ قياسي، شاءت الأقدار عجبه واحد
قال له سيدي تحب تأخذ واحد ثاني؟ إذا هذا توسط نهار يكون في واحد ثاني. قال لي ابني واحد بكفينا ليوصلنا لأبرنا. ابني بدنا نتعلم الاقتصاد، دايف اثنين شكت لي امرأة أتتني تبكي، شافتها فلانة قالت له والله منحب تزورينا بالبيت، الإنسان درويشة يلي لابسته ما عنده غيره، فهديك الفهيمة قالت لي أرجتني أول خزانة أربع أبواب، قلت له هذا كله إلي، الخزانة الثانية ثلاث أبواب كمان هذا إلي، الخزانة الثالثة خمس أبواب، قلت له هي مشتركة أنا وزوجي، يعني الرجل نصف خزانة وهي خزانتين ونص، وكل هذا جايبته من أوروبا. قالت أنا رجعت حزينة باكية لا أدري ماذا أفعل، أنا غير هاللي لابستهم ما عندي، وكل ما انهرى من قرني برقعه. فقديشنا أذكياء نتفاخر بالأواعي المعباية بالخزانية. بدلة العرس اليوم قديش بتكلف؟ كان بزمانها تكلف ألف ورقة، يعني 5000 ورقة كانت تكلف أعظم بدلة. اليوم قديش بتكلف بدلة العرس؟ مليون، نص مليون. وغير ليلة العرس ما بتلبس وبتتعلق بالخزانة. حكت لي وعدة، قالت إذا في عروس ما عندها تيجي تاخذ بدلة العرس تلبسها، أنا ما لابستها غير ليلة العرس، وصار لي من الزوجة 24 سنة، فإذا في حدا بيحتاجها ياخذها، ما حركتها من أرضها. قلت لها لا تغلطي، بكره بتلبسيها لبنتك. قال والله انا مو جاي لبالي. عندك ثلاث بنات، كل وحده لبسيها يا مره بيمشي الحال، وموجوده موجوده احسن ما تستعيروا او تستاجروا. في ناس بيأجروا بدلة العرس لليلة العرس فقط، قديش بياخذوا أجار لليلة الوحدة؟ أظن أكثر من 5 ورقات، ما إيه؟ 10 يعني؟ أكثر 50,000. الاقتصاد، طلع من العريس والعروس راح يفوت الاقتصاد الآن على المطبخ وعلى صحون الأكل.
أنا كنت في أمريكا، العزائم بنحط الأكل، بفوت الإنسان بيعبي صحنه، بدك تعبي بالقدر اللي بدك تاكله، ما بترجع بالصحن ولا رزي، هذا شرط، بحط بالقدر بياكلون، ما شبع بحط معلقتين رخام. أنا شفته بعدة بيوت بأمريكا، الأكل عازمين 20 زلمة بيجيبوا أكل لعشرين زلمة، إذا شبعوا 20 زلمة لازم ما يزيد أكل، هيك القانون الأمريكي. أنا أعتقد أن هذا ليس قانون أمريكي، إنما هو قانون رباني، لكن تمسكوا به. البلدان العربية عازم 3 زلم بيساوينهم خروف، يا حبيبي 3 زلم بياكلوا من الخروف الفخذ، واحد بكفيهم، ما عادش يطبخ على قد 3 زلم. لا لا لا، ما بنبين انه هو كريم كثير. اكلوا 3 زلم، و3 زلم ما شافوا الاكل كثير، ما عاد تنفتح القابليه، اكلوا لقيمات خلص. معلمي معلش موزعون على الفقراء، لا ابني روح قمة بالحاويه، هذا موجود ببيوتنا نحن، منعبي الصحن ناكل نصه والنص الثاني بيروح على المجلى، يلي بده يجلي جليات بيكبون على الزبالة. أليس هذا من واقعنا؟ وهل هذا اقتصاد أو تبذير؟ إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. عليه الصلاة والسلام كان يمسح الصحن بإصبعته، بيطلع الصحن من إيديه كأنه مجلي ونظيف. أنا عم شوف بعيني، بقيله 10 رزات والصحن على المجلى، وما في على المجلى مقتصد قبل ما يبدأ بالجلي ينظف الصحون كلها على صحن واحد، لك طعمونا فقير. أنا ببيتي ما طعمونا فقير، لا جمعون وباكلون أنا. أليس هذا من التبذير؟ التهيت على التليفون، احترقوا الرزات من إيمل والشانيات والباقي على الزبالة، هذا اقتصاد؟ الله يرحم أمي رحمة الله عليها، علمتنا أنه أطيب شيء بالرز أو البرغل لأحاطة، ما ناكل لنأحط الطنجرة وناكل الأحاطة المحروقة،
هيك أمنا علمتنا. الأمهات في عصرنا هيك عم يعلموا أولادهم؟ في هيك شيء؟ إذا جبنا البطيخة من قيم القشرة الخضراء والبيضة بناكلها، لا عيب، حتى نص الحمرة لازم يروح بالبيضة عشان تاكل اللبة. اللبة لا غذاء فيها، عبارة عن مي وسكر. طيب القشرة البيضة شو فيها؟ قال هي القشرة البيضة غنية بأسيد الفسفوريك. شو بيعمل؟ قال هي القشرة البيضة تبع البطيخة إذا كان في عندك رمل بالكلاوي أو بالمثاني بيغسل لك الرملات وبينظف لك ياهم. والقشرة البيضة بتعمل معك إدرار أكثر من حبة لاذكس. وين الاقتصاد؟ هذا الاقتصاد. القشرة البيضة تبع البردقاني شو بتساوي؟ قال الإنسان بحاجة لخمسة وعشرين غرام ألياف يوميا، والقشرة البيضة كلها ألياف بتساعد على ليونة المعدة. كليتنا مصابين بالإمساك ولا ندري. إنسان بيطلع بالأربعة وعشرين ساعة مرة واحدة، وإنسان بيطلع بالأربعة وعشرين ساعة ثلاث مرات، بيأكل ثلاث وجبات منظمين بيطلع ثلاث مرات. أنو الطبيعي بيناتهم؟ يلي بيطلع باليوم مرة أو باليومين مرة أو بثلاث أيام مرة بيقول أنا معدتي طبيعية، هيك اعتاد. لكن ما بيوصل للعشرين إلا يحتاج لعملية بالشرج، عملية تنظيف. سببه الإمساك. سبب الإمساك الدواء اللي الله حط لنا إياه لمعالجة الإمساك ما بناكله. ما بناخد إلا اللبة فقط. قشرة البطيخة الخضراء تتاكل. رأيت أحد العلماء عم ياكلها، نظرت نظرة استغراب. وعالم في الطب، قلت له شو فائدة القشرة الخضراء؟ قال لي شيخي لهلا ما بتعرف شو فائدتها. قلت له والله بحب ازداد علوم انا. قال لي هي القشرة الخضراء بتنبه جدران المعدة لحتى تتحرك وتهضم الطعام، وبتعمل ليونة في الأمعاء.
الله ما خلق الماشيين، الرمانة جماعة جايين من برا جايبين لي هدية، كيس الأدو موجود عندي. قال هذا علاج للأمعاء، ولازم كل إنسان يأكل منه. إيش الرمان مكسر معبى بالكيس، قلت لك هذا إيش الرمان؟ قال إيه، قشر الرمان بيتكسر بينطحن خشن، بتعبى بكياس في أوروبا وبينباع دواء. هذا دواء للإسهال، حدا منكم بياكل قشر الرمان؟ إيه والله مر، يبسو وخذ معلقة كل يوم عشان يعالج لك الإمساك. أتاني شخص عم بيشكي لي عن أبوه، علميا أبوه ميؤوس منه، تشخيص الأطباء كبده مهتري، فجاي يسألني في عندك شي دواء أعشاب؟ ترى شغلة بسيطة، وراء الإنجينار المر أنا بخرطه بساويه مثل الشاي وبغليه وبشربه، دليته على طريقة يكسفه شوية، بعد 3 أيام بيقول لي أبي قام من المستشفى ومشى والأطباء مستغرب شو اللي خلاه يمشي. قال لي أنا ساويت وراء الإنجينار مثل ما علمتني وصايته يا عنا وراء الإنجينار من كبه البقر ما بتاكله لأنه مر، ما في شيء موجود في بلدنا إلا وهو علاج لنا، علاج لنا، ولكن لا ندري، لا ندري، ما تعلمنا ولا درسنا. أليس هذا من الاقتصاد؟ وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتدال والاقتصاد في الإنفاق، لا عن قلة بل عن كثرة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما عال من اقتصد في معيشته
وإنفاقه ولو كان غنيا، غنيا ومقتصدا، فقيرا ومقتصدا. فالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرون بالاقتصاد، الاقتصاد في الطعام، الاقتصاد في الشراب. معنى الاقتصاد في الشراب، الدنيا جاية على صيف ولازم نحن يعني الإنسان يلحقه من 8 إلى 15 كاسة سائل كل يوم. والله الليمونات أطيب، التمر هندي، لا 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 لا، كازوز بين شراء أطيب، نهلي من صنعه ببيتنا. التمر الهندي ببيتنا نعلم ماذا نشرب، والتمر الهندي علاج للأمعاء. لا 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 لا، أمر الدين شو حاطت قدامي أنا؟ أمر الدين بيلين الحلق وبيلين المعدة مع العلم أنه عندي من الأدوية الموجودة لهذه الغاية لا تقدر. بستعمل عرقسوس، بستعمل أمردينة، عايش على الطبيعيات. وتجاوزت 90، ما في طبيب بيقول لي عندك نقص كلس، ولا طبيب بيقول لي عندك فقر دم، لأنه بعالي الحالي بحالي. لما بيصير عندي نقص الكلس بقول له اللحام هالريا شو عم يسوي فيها؟ بقول لي الكب، اعطيني اياه. بسلقهم وبشرب ميتهم. صار عندي حادث بالسياره، الفقره برقبتي انكسرت هيك. الطبيب لما شاف الصورة، إذا طلع النخاع الشوكي من الكسر صار شلل. قال لي أوعك عدم الحركة وعدم الجهد ولا بالتفكير. والمدة 3 أشهر أنا شفت الكسر، جمعت العظام، سلقتهم، اشرب كل يوم 4-5 كاسات. اجا بعد اسبوع الطبيب بده يشق علي، وينه؟ قالوا له والله بالورشه تحت. شو قاعد عم تسوي هون؟ كمشني وحطني بالسياره، بدي اخذك صورك. ما يكون الكتر فاتح لانه عم تشغل انت،
وأملأ الكزر لاحم، حط التورتين قدام بعضهم لاحم الكسر. أنا شاعر أن الألم راح، رحمة الله عليه كان اسمه عدنان عبد الحي. قال لي بدي أعرف شو عامل. قال لي والله مرات هذا الكسر بيستغرق سنة وسنتين ليلحم، شو عامل؟ حكيت له شلون حبست له العظام بشرب ميتها. كل ما اجاني واحد عنده كسر بقول له اسلقوا العظام بشرب ميتها، عنده وجع ركب اسلقوا العظام بشرب ميتها. الله خلق لنا الخروف، والعصور القديمة ما كانوا يعرفوا يجرموا اللحم، دائما العظم بيحطوا اللحم مع العظم شقق وبيسلقوه. عم ياخذوا الكلس تدريجيا، ما عاد في انسان يكون ناقصه كلس. تعلمت الدواء من هون، أنا ما عندي نقص كلس، مع العلم أني تجاوزت 90. واللي بتجاوز 90 الأجهزة عنده اللي بدها تفرز، يعني تعبت ما عاد عندها قدرات تفرز كل شيء، لكن بعتني بالاعتناء بفضل الله ما بحتاج لشيء. ما بدنا إذا أردنا الطعام حياتنا نحن على مجدرة، مجدرة بزيت، مجدرة بلحمة، كان اسمه كشك بتطماج، يعني نسلق العدس ونحط عليه كشك، هي كلمة تركية. العدس كان يدخل بكل مأكول. الآن إذا واحد عنده فقر دم نعطيه دواء يسلق العدس مع البصل ويأكل بالجمعة مرتين، فطور وغدا وعشاء عدس مع البصل، بيعوض فقر الدم. لكن الميات تبع العدس ما مكبون، الميات اللي بنشربهم كمان. عم نعالج مرضى، سوء التصرف تبعنا عم يوقعنا بالأمراض. إمتى منفطر؟ أي إنسان أو إنسانة له إمتى بتفطر؟ بيقول لك والله بال 11 و 12. يعني أنا بصلي الظهر وباكل، الناس شو بظنوا؟ إنه هذا الفطور؟ لا، أنا بصلي الفجر وباكل، بس شو باكل الفجر؟ زيتونة ولبنة وجبنة؟ لا، الكبة المشوية، الفخدة، فتة مقادم، كلها هي تتاكل الصبح. الظهر طبيخ، المساء بين المغرب والعشاء، العشاء
أربع خمس زيتونات، شقفة جبنة، ما في تفاحة، موزة، هذا أكل المساء عشان نام خفيف، ما شوف منامات مزعجة. كتير بيجيني مرضى أجيبوا منامات مزعجة، بس لا تتعشى، كل فواكه تروح المنامات مزعجة، لأنه تأكل وتتقل. معظم الناس بيأكلوا اللحمة المشوية عشية، بيأكلوا بينام الساعة 11، بيأكل اللحمة المشوية ويحط رأسه بينام، شلون ما بده يشوف منامات محشية؟ إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. الرزق المحدد من الله سبحانه وتعالى للعبد، في رزق محدود، لكن سوء التصرف 90% من الناس مديون. ليه؟ بيجي أول الشهر بدنا نتبحتر، ما عاد يكتفي بالإضامة والبزر، وصار بده لوز وكاجو، لأنه قبل الشهر تازة، بعد نص الشهر بفلس، دخلكم دينونة. ليه؟ الله يرحم أهل زمان أول كانوا يقولوا بخبيك يا قرش الأبيض ليومي الأسود. أول الشهر بقتصد، معاشي بكفيني لآخر الشهر. غالبا الفقراء متعلمين الاقتصاد، أما المبحبحين ما بيعرفوا الاقتصاد، والمبحبحين يا أخي على مهلك، أخي أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وإذا أنفقت ما في الجيب وتسكر عليك ما في الغيب تصفى شحاد. رزق أيام نصبه بيوم واحد. جاني واحد قال لي ممكن تديني 10 ورقات على راسي من أرحم؟ إيه اللي شو بدك تسوي؟ قال لي أنا عازم عمي أبو مرتي يتعشى عندي، هو ومرته. إيه شو عندك أكل بالبيت؟ عنده أكل بالبيت، لكن بده يجيب له فواكه، بده يجيب له نجاص، ما وقت نجاص، بده يجيب له بطيخ، ما وقت بطيخ، بده يجيب له عنب، ما وقت عنب. قلت له حاجتك بهورة وتنتبخ قدام عمك، لا تجيب شيء وأنا جاي أتعشى مع عمك. ليش؟ قلت له أنا جاي عشان ما يروح يتدين من غيري ويجيب. نحن قاعدين حكيت مع عمه، قلت له أنا بسألك سؤال، تفضل. قلت له بترضى صهرك يروح يتدين مشان يجيب لك شوية فواكه؟ قال لي لا والله. قال لي ليش أحسن منك شو عاد فيه؟ وخاف يتدين من غيري ويجيب، أنا جاي. وإذا كنت أنا جاي وجاي من وراء ظهري بياكل حمام مرتب. اتعلموا الاقتصاد. كثير انا بيجيني عزايم، بيجيني ضيوف، قدم الموجود، ما عندي استعداد جيب،
من غير الموجود للضيف مهما كان. موجود، زارني بعض الشخصيات، بعض الأحباب جابهم، تعش عندي هو وجماعة. بعد 30 سنة شاءت الأقدار أني أنا زرته ببلده، ومعي جماعة اللي دلوني على البيت، قال إيه ما بتطلعوا بدكم تفطروا، إمتى أنا بزور؟ إذا بدي زور أحبابي إمتى بزورون؟ بعد صلاة الفجر. هيك تعلمت من شيخنا. وأنا زرت الرجل بعد صلاة الفجر، قال إيه ما بتروحوا بدكم تفطروا؟ قال لي أنا بتذكر أكلت عندك يوم من الأيام عشاء وحطيت لنا بيض مقلي وحطيت كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي أنا إلى الآن ما بنسى طعمة الأكل العشاء اللي تعشيته عندك. قلت له شو في ميزة؟ قال لي على الطبيعة. وتعلمت منك الفطور الصباحي بعد صلاة الفجر، فأنا بعد صلاة الفجر جاي لعندي بدي أفطر أنا وياك. قال لي بالعادة أنا كلهم ولادي بجمعهم على الفطور بعد صلاة الفجر. تقول لي شو راح تساوي؟ قال لي الاكل الموجود بالبيت. ماذا تتوقعون؟ الاكل الموجود بالبيت بعد صلاة الصبح. كان معي مهندس رجع من العزيمة، حكى لمرته قال لك يا بنت الحلال اجتمعنا على الصبرة وقعدنا أكلنا ولا زيتونة ما في. شو المفهوم؟ يا جماعة بخلا ما في زيتونة. مرته سألته قلت لك شو أكلتوا؟ قال له كله لحم. راس وفتت مقادي وفخدي كله لحم. هذا أكلهم في الصباح، والآن هو موجود لكن صار بمركز مرتفع، ولا يزال بمركزه المرتفع بزوروا جماعة بأنهم سلموا لي على شيخ رمضان. تعلموا البساطة فيها سعادة الإنسان، ولا تتعلموا التعالي على مخلوق، لأن هذا من الاقتصاد. وقال بعض العلماء 3 من حقائق الإيمان، أنا بحكي لكم واحدة أنتم طالعوا التنتين الأخر.
الاقتصاد في الإنفاق. مين بيحسن يتوقع الثانية؟ في أحد طلعت معه الثانية؟ والإنصاف من نفسك. يلا الثالثة حدا بتوقعها؟ حدا بتوقعها؟ والابتداء بالسلام. صباح الخير، مساء الخير، ما في، السلام عليكم. معنى السلام عليكم يعني الأمان عليكم. معنى السلام اسم الله عز وجل. معنى السلام الاستسلام. لا لا لا، نحن نستحي نقول السلام عليكم، عيب. مو عيب نقول السلام عليكم؟ شو لازم نقول؟ بونجور، جود مورنينج، هلاو، جود ايفنينج. نفتخر بالكلمة الأجنبية ونستحي بالكلمة العربية. والأوروبيين يفتخرون بالكلمة العربية ولا يتجرؤون أن يتكلمون بالكلمة الأجنبية. أنا بحكي بالتليفون مع جنيف، فببدأ معه اعتبارهم بيحكوا فرنسي، بقول له بونسوار، بيقول لي السلام عليكم. واحد عدد بيستحي بحاله يقول بونسوار، السلام عليكم. ونحن نستحي بالسلام عليكم الذي هو اسم الله، وندعي بأننا مسلمين، وغير المسلمين بيقولوا السلام عليكم. سألت واحد منهم قلت له أنتم ما في عندكم بالإنجيل السلام عليكم؟ قال لا موجود. قال لي أتدري ما هو السلام؟ قلت له أريد أن أتعلم. قال لي السلام هو الله، وهو الذي زرع السلام بسيدنا عيسى، وهو الذي زرع السلام في المجتمع، وهو الذي أمرنا بالسلام على مخلوقاته. هذا الأوروبي هيك بيجاوب، ونحن منستحي نقول السلام عليكم. معظمكم بدها تحكي مع صديقتها تحكيها بالحنجليزي، ليش ما تحكي بالعربي؟ لا عيب، مشان يعرفوني اني انا مثقفه بحكي لهم بالحنجليزي. هل اللغه الحنجليزيه هي الثقافه؟ اذا اللغه الاجنبيه هي الثقافه بحكي بالانجليزي والفرنسي وبالتركي وبالكردي، لكن والله ما بشوف الافتخار بلغه أقوى وأجدى وأحلى وأجمل من اللغة العربية
أنا لا أجد، أنا لا أجد. وأصعب لغة على الأجنبي اللغة العربية، لأنه بعيد عنها. ولكن عندما أراد أن يتعلم تعلم اللغة العربية. أحد أن جل عندي شاب من فرنسا، حكيته بالعربي، قلت له أنا بنصحك تتعلم العربي، وإذا تزوجت حاكي زوجتك بالعربي، وإذا أجاك أولاد حاكيهم بالعربي. الآن لما بحكي معه بالتليفون بيقول لي زوجتي تريد أن تتكلم معك، تحكي معه معي بالعربي، أولاده بيحكوا معي بالعربي، هم يفتخرون بالعربي ونحن نفتخر بلغتهم التي تخالف لغة القرآن. منين هي جبتها شيخي؟ كل لغات العالم تخالف لغة القرآن؟ نعم، ابننا دليل لنصدق. أرجوني كتاب للقرآن بأي لغة من لغة العالم يأتي بأحرف القرآن، يأتي بالمعاني ولا يأتي بالأحرف. الإنجليزي، الفرنساوي، الماليزي، الأندونيسي، كل الترجمة ترجمة معاني وليست ترجمة حروف. الروسي ترجمة معاني وليست ترجمة حروف. ويعثر العربي على كل إنسان غير عربي، يعثر عليه أن يصل إلى الألفاظ العربي، لأنها أغلى وأعز ما في العالم اللغة العربية. ونحن العرب نسينا اللغة العربية. براد دمشق ما بيحكوا بالعربي، من الأردن ورايح ما بيحكوا بالعربي، السعوديين ما بيحكوا إلا بالإنجليزي مع بعضهم، وإذا واحد ما بيعرف إنجليزي ما بيعيش بالمحلات. هم يعتزون بلغتنا ونحن نتهاون بلغتهم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيدنا لمجدنا، وأن يعيدنا للغتنا، وأن يعيدنا لحياتنا، وأن يعيدنا لقرآننا، وأن يعيدنا لإسلامنا، وأن يعيدنا إلى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لنكن مسلمين حقيقيين. وإلا ندعي الإسلام والإسلام فار منا. تتمة الموضوع في الدرس المقابل، في الدرس القادم إن شاء الله. لتابع موضوع الاقتصاد قبل أن يأتي رمضان. والعلم ما أورث القلب الزكية قد وخشية عند أهل الله.